اهلا البنات، كنتمنى لكم تكونوا كامل مزيان، كاملين صحتكم مزيانه، اموركم كلشي على ما يرام. بون بغيت ندير هاد المقدمه هذه باش نشرح لكم هاد الفيديو هذا ولا هاد الفلوغ. دونك هاد الفلوغ هذا كنت صورته شحال هذه قبل الفتحه ديالي اولا الخطبه ديالي، قبل منها بشي 3 ايام اولا 4 ايام. كنت سافرت لكازا على ود الخدمه، كنت مشيت لواحد المكازان اللي سميتو ساي، كنت صورت لكم تما، صورت لكم لي زارتيكل اللي عنده، كلشي غادي تشوفوه ان شاء الله في هذا الفلوغ هذا. غير هو نسيت ما شاركتش معكم واحد المساله مهمه بالنسبه للبنات اللي ما ساكنينش في كازا، لحقاش المكازان كاينه غير في كازا، كاينين جوج، كاينه واحد في شارع المسيره يمكن. المهم انا غادي نخلي لكم لادريس ديال لي مكازان بجوج، وواحد يمكن في موروكو مول. دونك بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش في كازا، يمكن لكم تواصلوا مع هاد النمره هادي اللي غادي نخلي لكم هنا، اولا غادي تلقاوها في صندوق الوصف. هاد النمره هادي غادي تهضر معاكم، غادي تصور لكم اي حاجه بغيتوها في المكازا، وغادي تصيفطها لكم في امانه. دونك الناس اللي ما ساكنينش في كازا في كازا، راه بامكانكم انكم تاخذوا اي حاجه من عندهم وهما كيصيفطوها لكم في امانه. غادي نخلي لكم انستغرام ديالهم حتى هو في صندوق الوصف، وغادي نكتبوا لكم هنايا باش تمشيو تشوفوا لي زارتيكل. انا اصلا وريتكم تقريبا كل شيء في هذا الفلوغ هذا. دونك الا عجبتكم شي حاجه، الا بغيتوا تشوفوا شي حاجه، بغيتوا تشوفوا اللوان ديالها اولا لي طاي اولا هذا، تواصلوا مع النمره اللي غادي تلقاو في صندوق الوصف، هما اولا البنت اللي تما راه ظريفه بزاف غادي تجاوبكم، وغادي زعما تسهل عليكم كل شيء. حاجه اخرى بالنسبه للراي ديالي على هذا المحل هذا ولا المنتجات ديالهم، بغض النظر انه اعلان اولا تعاون او لا او لا او لا، لحقاش بزاف ديال البنات مهم كاينه كتكون هضره مور هادشي هذا. بالنسبه لهذا المكازا هذا، انا كنت حضرت الافتتاح ديالو، كانوا عرضوا علينا الافتتاح ديالو تقريبا ما عقلتش واش عام او لا عام وزياده ولا عامين. كانوا عندهم بزاف ديال الحوايج اللي زوينين، غير هما الاثمنه كانوا شويه ماشي بامكان كلشي انهم ياخذهم، ولكن دابا لاحظت انهم دايرين بزاف ديال لي سولد، فريمون بزاف ديال لي سولد، والاثمنه هبطوا بزاف مقارنه مع يلاه مع باش يلاه بداو. وحاجه اخرى اللي ثارت انتباه ديالي هي انه عندهم الحوايج ديال المحجبات بزاف، يعني الحوايج اللي طوالين، كساويد، المحجبات. سمحوا لي كارت ميموار عمرات. دونك شنو كنت نقول، قلت لكم باللي لاتي اوكي قلت لكم باللي داكشي الحوايج ديال المحجبات، الحوايج اللي كيناسبوا المحجبات غادي تلقاوهم عندهم. يعني الا كنتي محجبه وزعما جا في بالك هذا السؤال، راه عندهم حوايج كيناسبوا المحجبات. كما قلت لكم باللي هذا الفلوغ هذا ديال كازا كنت صورته 3 ايام قبل الخطبه ديالي اولا الفاتحه ديالي، وكنت صورت حتى لقطات من الفتحه ديالي، وكنت باغا ندخلهم مع بعضياتهم، وكنت باغا نحط لكم فلوغ. ولكن ملي جيت نشوف ما لقيتش اللقطات ديال الفتحه، ما لقيتش داكشي غادي بالتسلسل، يعني لقيت غير كنصور مره هنا مره هنا مره هذه مره هذه، يعني كنت كناخذ غير لقطات وقصارين، يعني ما لقيتش كيفاش ندير. ديجا هادشي اللي غادي تشوفوا دابا ديجا كنت دايره المونتاج وكلشي، غير هو ما لقيتش فيديوهات اللي هكا طوالين وفيهم الهضره وهذا، والاغلبيه كانوا كيكون خواتاتي والعائله وهذا بلازيف، دونك ما كنتش كنقدر ندرق لهم وجههم وهذا. صافي قلت ما غاديش نحطو، ولكن منين حطيت الفيديو اللي قبل ديال باش هضرت معكم وهذا، جاوني بزاف ديال الاسئله، اكرام حط لينا هادي هادي واخا غير لقطات واخا غير تصاور واخا غير هادي. دونك قلت غادي نحاول ما امكن انني نجمع شويه منا شويه منا شويه منا باش نلصقهم ونحط لكم هذا الفلوغ هذا. دونك فوالا دابا غادي نخليكم مع الفلوغ، كنتمنى انه يعجبكم، والا جاكم داكشي مخربق وهذا غير سمحوا لي بزاف بزاف، راكم عارفين ما صافي مره كنصور مره كننسى انني راه كنصور. المهم كنتمنى ان هذا الفلوغ هذا يعجبكم، وما تنساوش المعلومات كامله ديال ساي غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. الا عجبتكم شي حاجه ما تردوش انكم تاخذوها، ما غاديش تندموا على الجوده ديالهم. وديجا كنت خديت انا من عندهم واحد البيسه، وكنت صورتها لكم في انستغرام او انستغرام ديالي هنايا، الا بغيتو تمشيو تشوفوها بلا ما نطول عليكم. خليكم مع الفيديو، باي باي. Hey.
اهلا وسهلا. ما عرفتش الضوء كي مشي وكي يجي. احسن كده يا دين، لاباس عليكم. كنتمنى لكم تكونوا كاملين مزيان وكاملين بصحه مزيانه. صداع من مورايا مسكن كي درت مع شي دراري، ولكن ما لقيتش فين نصور لكم لحقاش ترامي كتكون زايده وها هي زادت. كيكون صداع بزاف. دونك كيفما شفتوا انا في التران غدا ان شاء الله اليوم الكازا دونك نوصل ونهضروا ان شاء الله. السلام عليكم. اخيرا وصلت. عرفتي انا من النوع ديال الناس اللي ما يقدرش يعيش في كازا نهائيا. كنحس براسي مخنوقه ومستريسيه. المهم نبقى هنايا في الظليله شويه باش نهضر معاكم. قلت لكم فوالا انا وصلت. غادي نمشي دابا لواحد المغازان اللي سميتو سي موروكو. دونك غادي نصور لكم تمايا شنو عندهم وداكشي. المغازان جا في شارع ديال المسيره. من بعد انا غادي نخلي لكم لادريس مكتوبه في لا بار دانفو. جا حدا زارا، هذه هي زارا. دونك حنا غنزيدو شويه القدام والشمس اليوم صح. غادي نلقاو المحل. كاين حتى بولاند بير هنايا، كاينه ماك. خصني نمشي لماك. عمري صراحه ما دخلت شي مكازان ديال ماك. وكاينه بريمادونا، حتى هما كاينين في نفس الشارع اللي فيه المكازان ديال سي. كاينه بارفوا. فوالا هذا هو المكازان سي. غادي ندير واحد الدويره هكا على المغازان كامل، نوريكم لي زارتيكل اللي كاينين. ربما هكا تشوفوا شي حاجه من بعيد لحقاش ما يمكنليش نوريكم لي زارتيكل واحد بواحد، ولكن غادي نديرو هكا دويره باش تشوفوا شي حاجه ربما تعجبكم شي حاجه. وعاد راهم كاينين سولد، من بعد غنهضر لكم مزيان على لي سولد وداكشي. اللي عجبني عندهم هو انهم كيديروا كل لون وكيديروا فيه بزاف ديال البياس. بحال هكا مثلا الا بغيتي تاخذ شي تيشيرت مع شي حاجه او شي قميجه مع شي حاجه تقدر تنسقهم غير من هنايا. كيعجبني هكا ملي كيكونوا الالوان كاملين كل واحد مجموع في جهه بوحده.
هادو دايرين فيهم لي سولد نشوف. واو زوينين. اللي عجبني بزاف ديال لي زارتيكل عندهم هو انه حتى المحجبات يقدروا يلبسوهم. زوينين. دونك هادي كانت 599 ولات 299. دونك هنا عندهم ناقص 50%. هادي عجبتني بزاف، هادي زويونة، حتى المحجبات يقدروا يلبسوها. هادي الثمن ديالها 225. كاينه هاد لي سولد هادو ابارتيغ دو 99 درهم. كاينين هاد السميطات هادو اللي كيجيو شويه تراديسيونيل. وكاينين هادو 129. كاين عندهم حتى لي شال. شوف الأثمنة كاينة 89، كاينة الأثمنة 79، هذا حتى هو 79. حتى هنا دايرين سولد كلشي 99 درهم إلا هادو. هاد لي كومونو هادو ماشي ب 99. نشوف شحال هادو ب 399. دونك هادشي كامل 99. وريكم هاد لاشوميز هادي 99. كاين هادا حتى هو 99. كاين هادا كاين هاد لاجيب هادي حتى هي 99. هذا دايرين ليه 99، حتى هذاك الشيء كامل 99. بغيت نوريكم حتى هذا الكيمونو، هذا عجبني بزاف. عاتي لا كولور ديالو كتحمق زوين وكيجي طويل حتى لتحت، داير 250 درهم. وعاد كاينين قويمجات اللي كيجيو طوالين بحال هادي، يقدروا يناسبوا البنات اللي كيعملوا الفولاغ اولا البنات اللي كيلبسوا داكشي طويل. كاينين بزاف ديال الحويجات اللي عجبوني. دونك انا غادي نشوف دابا شنو غادي نختار وغادي نقيسهم باش غادي نوريكم ان شاء الله اللبسه هكا كيفاش كتجي، كيفاش لي زارتيكل كيجيو ملبوسين وداكشي. دونك ما عرفت الصراحه شنو غادي نختار. ما عرفت، بغيتي حاجه تكون هكا شي حاجه كلاس ماشي سبور. عجبتني هادي، يمكن غادي نختار هادي حتى الكولور ديالها زوينه. فوالا انايا اختاريت. قبل بعدا قبل ما نوريكم شنو اختاريت غادي نوريكم شنو لابسه. دونك فوالا هذه هي اللبسه. دونك دابا نوريكم شنو اختاريت. اول حاجه اختاريت هذا كيمونو هذا. دونك اول حاجه خديت هذا الكيمونو هذا، كيجي بحال هكا. اللون ديالو ماشي ابيض، اللون ديالو بيج، والوسط دخل فيه بحال ماشي بيج، اللون ديالو بلون كاسي.
بلون كاسي ودخل فيه واحد اللون بحال البيج، وغادي شويه لهاد اللون الزيتي. دونك خديت هاد السريويل معاه، هذا كان الثمن ديالو 399 ولا 199، تخيلوا معايا الفرق. و هاد السروال هذا حتى هو في صول كان ثمنه 499 ولا بلاتي 249. دونك غادي نقيسهم وغادي نشوف كيفاش غادي يجوني وغادي نصورهم ليكم. فوالا هذه هي اللبسه. هاد الكيمونو هذا اللي من الفوق تقدروا تخليوه محلول، غير انا ما لابسه شي حاجه من زعما هذا ما لابسه شي حاجه مواتيه من التحت. دونك تقدروا تخليوه محلول تسدوه على حسب نتوما كيفاش باغين تلبسوه. وهذا هو السروال كيجيو عنده هاد العيبات هادو من التحت، عجبتني بزاف صراحه اللبسه، كان هضرب شويه على عقل كاينين الناس. دونك عجبتني بزاف اللبسه، غيقولوا مال هاد الهبيله هادي كتهضرب بوحدها. عجبتني بزاف اللبسه، جات زوينه خصوصا هذا جمع هاد السروال بزاف. دونك مازال ان شاء الله غادي نصور لكم هاد اللبسه هادي كامله، غادي نحطها لكم في انستغرام باش تشوفوا مزيان لي ديتاي ديالها، وتشوفوا مع من مناسقه مع الزيف مع الساك مع الصباط او لا المهم داكشي اللي غنلبس في رجلي. ولكن هذه نظره هذا اللبسه كيفاش كتجي على السروال. اللي عجبني بالسروال هو انه كيجي طويل حتى لتحت، يعني ما كيبقاش قرطيط بحال دابا. هاد السروال اللي كنت لابسه كان كيجي قرطيط، ما كانش كيعجبني. هذا هبط حتى لتحت. إيكرامية الوردة كيطيح لندا، إيكرامية الوردة يعني كيطيح لندا. يان كوكو وينو 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 العقبة عليك إن شاء الله. وعلي كيطيح لندا، إيكرامية الوردة وعلي كيطيح لندا. أجي تصور معايا، أجي تصور معايا، زيد خلي يحيى يجي يتصور معايا. صاحبتك أنا يحيى. مطاتك طاتي انا طاتي شنو؟ لا لا حيدتي لي الزيف. انا طاتك انا طاتك وسلم سلم عليهم سلم عليهم السلام عليكم لاباس. قول قول واش لاباس؟ لاباس. كي دايرين؟ الحمد لله الحمد لله. الموضة تحتي الدعم زي العالي.